احنا لو دققنا مع الزبير بن العوام سنتهمه بالكذب. ازاي؟ هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر؟ لا. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ لا. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه؟ لا. أمال ازاي بيقول أما إني لم أفارقه؟ الجواب بأن هذا خرج مخرج الغالب، يعني إني لم أفارقه فيما يجوز لي أن أصحبه فيه، يعني هو في قلب بيته مع نساء ولا بياكل ولا نايم، أصحبه إزاي؟ أصحبه إزاي؟ لكن الأحوال المأذون لي أنني أكون موجود معه فيها أنا لم أفارقه، فيحمل هذا على هذا، يحمل هذا على هذا. وبالتالي مهم جدا للإنسان ألا يدقق في مقتضيات الألفاظ، وإلا سيعيش نكدا، هيبقى مسألة صعبة قوي. عبد الله بن الزبير بيسأل أبوه عاوز يستفيد منه، قال له أما إني لم أفارق. طب ليه عبد الله بن الزبير ما ناقش والده في المسألة دي؟ ما قالوش لا يا أبا أنت وأنت كنت معه في كل أحواله؟ لا، لم يناقشه في تلك للدلالة على أن عبد الله بن الزبير هو صحابي صغير فهم هذا الفهم، فحاش للصحابي أن يكذب. واتهام عائشة لبعض الصحابة بأنهم كذبوا لا تقصد بذلك الكذب الذي يترتب عليه الإثم، وإنما أنهم أخبروا على خلاف الحال، فربما كانوا متأولين وربما رووا بما فهموه أو بما سمعوه، فلهم في ذلك أعذارهم.